السلام عليكم. درس تاني من كورس أدبي الستريتور نيو فايل ايبول مام احمد. هقدر اشرح الارت برضه. احنا المفروض هيفتح معاك كده، تمام؟ زي ما احنا شايفين ارت برضه واحدة، تمام. أقدر أروح للارت بورد من هنا، لو دي مش ظاهرة عندك تروح لويندو، تدور هنا على ارت بورد، أي تفتح عندك هنا، دي الارت بورد بتاعك. دبل كليك عشان أغير الاسم، ندخل على الأوبشن. نبتدي اشرح الاوبشن. هنا الاسم عادي جدا، مفيش فيه اي مشكلة. هنا العرض، الارتفاع، كل ده مفيش فيه مشكلة. رأسية، افقية، وهكذا. ايه دي بقى؟ دي مش هتستخدمها برضه. دي عبارة عن بيعمل لك ايه؟ في مساطر في البرنامج زي الفوتوشوب، تمام. هو هنا بيعمل لك ايه؟ بتحدد نقطة هنا مثلا، ولكن النقطة دي يبتدي يقيس لك عشان تحدد البوزيشن بتاعها، تمام، من خلال النقطة دي من المسطرة. ما بتستخدمهاش ان انت تقعد تقيس من المسطرة وبتاع، بس هي ايه موجودة. وهنا برضه نفس الكلام، حدد لك نقطة المركز بتاعتها اكس والواي، نفس الكلام. انا ما بستخدمهاش يعني، تمام. هنا دي يعني حافظ لها، دي مهمة طبعا، بحافظ لك على نسبة العرض والارتفاع. يعني مثلا دي النسبة بين الارتفاع والعرض، على العرض والارتفاع حسب البرنامج قاسم مين على مين. دي نسبة ما بين الاتنين، وطبعا قاسم العرض على الارتفاع عشان النسبة هنا أقل من واحد، تمام. هنا شو سنتر مارك، هنا بيديك نقطة المركز، بديك رص كده على نقطة المركز. هنا بديك برضو دي خطوط في منتصف كل وجه، كل ضلع، تمام. وهنا دي اللي هي البليد اللي احنا قلنا عنها قبل كده، تمام، اللي هي البليد اللي قلنا عنها قبل كده. دي بقى ايه؟ دي بديك زي نسبة كده ما بين الطول والعرض بس بالبكسل خاصة بالفيديو، تمام. لما تيجي مثلا تفتح كاميرا التليفون، بتلاقيه كاتب لك ايه، انت عايز الفيديو بتاعك يبقى 16:9 او 9:16، يعني حاجة زي كده يبقى كاتبها لك. يفضل يعني انت تخليها واحد زي ما هي، احنا بنعدلش عليها قوي يعني، تمام. بس برضو ايه حبيت اقول يعني دي خاصة بالفيديوهات وكده وتصميم الفيديوهات والحاجات دي، بس هي البرنامج حطها لك. في ناس بتستخدمها الاستخدام الامثل، في ناس ايه زي حالاتي كده ما بتستخدمهاش، تحب نمشي على الحاجات الديفولت اللي البرنامج حاططها، متحبش نلعب فيها كتير، تمام. لكن دي نسبة اللي خاصة بالفيديو، نسبة الطول إلى العرض بالبكسل للفيديو ما بنلعبش فيه. دي بقى إيه؟ دي بتديك فيد ريجيشن أو السايد أرتبط. إيه دي بقى؟ بتديك مثلا هنا بتلاقي ده فاتح وده غامق اللي هو بالأبيض ده، لأ بيعكس الموضوع ده. بص ده كله أبيض، أنا مثلا هقول له أوكي. نروح على عادة الأرتبور زي ما احنا شايفين، هو ده اللي إيه الأداة دي بتعمل. ممكن أشيل دي منها، دي بتعمل إيه؟ بتديني لون اللي هو اللون دوت لما أحرك دي كده زي ما احنا شايفين. تمام. يبقى الحاجات اللي انت لو عايز تعدل فيها هنا تقول يعني ما لهمش لازمه قوي،
بس هم موجودين، دي مهمة طبعا، دي ملناش دعوة بيها لأن إحنا قلناها قبل كده، لو كنت عايز تعملها كنت عملتها من الأول، تمام؟ دي لو أنت حابب تربط الطول بالعرض، تمام؟ ودي ملهاش لازمة، تمام؟ هنا طبعا اللي إحنا قلنا عنها قبل كده، لو تختار أي حاجة تانية، هنا مثلا نختار اتش دي ايفان برو، عندك نماذج كتيرة هنا. خدت بالك؟ غير لي النسبة بتاعة الطول إلى العرض بالبكسل بتاعتي لما غيرت النموذج ده، غيرها برضو نفس الكلام. طيب هنا زي ما قلنا بقدر طبعا زي ما قلنا نوصلها من هنا أو من هنا، تمام؟ ودول اللي احنا لسه قايلينهم، دي لو انت عايز تزود ارتبورد، تمام؟ هنا لو عايز تمسحها بتدوس على دي أو تدوس ديليت عادي، ودي بيظهر لك الخطوط اللي احنا قلنا عليها قبل كده، دي نفس الكلام، في عندك كده دي عشان لو انت عايز تحركها، دي ما احنا شايفين، يعني عشان انت عايز تزود ارتبورد، شفتها كده. بقدر برضو إيه أزود، هنا بديك نقطة في المركز، هنا دول برضو اللي احنا قلنا عنهم، وهنا برضو لو عايز أغير في دي، هنا الهايت والويدث مش مرتبطين ببعض، تمام؟ أقدر برضو كنترول وأحدد دول، أشيلهم، مش محتاجهم، تمام. عايز أعمل أرت بورد جديدة. ممكن ندوس هنا وأعمل واحدة جديدة، الجديدة دي بتاخد نفس إيه؟ نفس ال يعني مثلا لو ضغطت طمر دخلت على داتا الويدز والهايت هتلاقيهم نفس بتوع إيه التاني، نفس الكلام. هنا مثلا أنا عملت 6 وعملت 7، في لهم ترتيب، بس أنا هاخد 6 أحطها قبل الواحد، 6 1 7، طب أنا عملت ترتيب، بقول له بلاقي الرينج أرتفول، هنا بيرجع طبعا لقائمة الإعدادات اللي كنا عاملينها قبل كده، عايز تعدل مثلا ما بين المسافات، المسافة الحالية. الاختيار ده بيعمل لك ايه؟ مثلا لو انت راسم اشكال او حط الصور جوه الارت بورد، لو انت حركت ضغطت شلت التشيك دي من هنا هيحرك الارت بورد وهيسيب لك الرسومات او الصور اللي انت حاططها في الارت بورد مكانها، مش هتتحرك الارت بورد، فقط هي اللي هتتحرك. لا احنا بنعمل ده عشان نحرك الارت بورد بكل اللي جواه. هنا طبعا لو عايز تغير دول تخليهم كده وبعد كده كده، او تخليهم اعمده انت عايزه، خليها زي ما هي كده، رتبهم خلي 6 1 7 زي ما عملت. كل مرة أحب إن أنا أغير الترتيب، أقول مثلا 7 هنا 6 1، أقول له ري أرينج نفس اللي عندي ده، أعمل لي إعادة ترتيب دي، هنا أنزل على اللي تحتيها وأطلع كده، برضه لازم ري أرينج عشان تمام. قلنا طبعا ان احنا ممكن نسحب ندوس الت، ندوس على الارت وورد كده ايه، ندوس شيفت كمان مع الارت عشان الرمز على وهكذا، اخلي النسخة مطابقة ليه النسخة الأولانية، ممكن ادوس كده ندوس شيفت كمان عشان احافظ على نسبة طول العرض وهكذا، اعمل ارت وورد تاني ديليت اشيلها، وهنا هنا أعمل لها ديليت برضه،
ده كان فيما يخص الأرتو، يعني مش هتلاقي حظ، مش هتلاحظ أي حاجة جديدة زي ما أنت شايف. ده كان بالنسبة لي شرح الأرتو، استنونا الدرس الثاني إن شاء الله.